تاريخ كبير يا كابتن خالد داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والله يا كابتن اسامه من زمان طبعا يعني انا في بداياتي، من بداياتي التدريبيه ابتديت في مدرسه الكوره، ثم بقى تدرجت في فرق الناشئين بدءا من 15 سنه و17 سنه، وبعدين منتخبات مصر للناشئين والمنتخب الاولمبي، فالواحد اخذ مشوار طويل يعني. مشوار طويل بخبرات كبيره جدا. طبعا طبعا، لان عدى الخبرات، معنى لما بنقول خبرات برضو نشرحها للناس عشان الناس تفهمها، ان عدى عليك مواقف كتيره جدا هي دي اللي زودت من خبراتك. يعني بمعنى ايه؟ عدى عليك ان انت بتلعب مثلا ماتش فرقتك مطرود منها لعيب، وماتش مطرود منها اتنين لعيبه، وماتش انت كسبان وازاي تحافظ، وماتش انت خسران ازاي تعوض. فكم الخبرات وكم التعامل مع عدد كبير من اللعيبه، يعني انا تقريبا خلال مشواري التدريبي يعني مرنت تقريبا اكتر من 500 لاعب. 500 لاعب ابتديتها من تحت، من تحت، من مدرسة الكورة لفرق قطاع الناشئين، للمنتخبات، لفرق في الممتاز بي، لدوري ممتاز، في دول الخليج بقى. دلوقتي الكابتن خالد جد الله هو أصبح المدير الفني لأكاديمية الأهلي. الأول رأي الكابتن خالد في فكرة الأكاديميات. طبعا فكرة أولا استثمارية من الدرجة الأولى. نمرة اتنين، إن النادي الأهلي دايما هو رائد لأي حد. فالنادي الأهلي ما بيفكرش في إن الأكاديميات تبقى فكرة استثمارية فقط. هي في الأساس فكرة استثمارية، ولكن الاهتمام بالنواحي الفنية والاهتمام بالولاد اللي بتيجي من خلال التدريبات في الأكاديميات، إزاي أنت تكتشف منهم مواهب تقدر تثقلها وتقدر إن أنت تقدمها لقطاع الناشئين تفيد النادي. فدي من الحاجات اللي السنة دي بإذن الله النادي الأهلي حسب توجيهات الكابتن محمود الخطيب هو مركز جدا على الحتة دي، إزاي من خلال الأكاديميات نستفيد فنيا في اكتشاف بعض المواهب كويس اللي هي ممكن نسقلها ونشتغل عليها ونقدمها لاختبارات قطاعات الناشئين، وهم بيبقى ليهم طبعا الرأي الأخير، لا بيشوفوا اللعيبة لا إما بياخدوه لا إما ما بياخدوهوش. ولكن الحتة برضو المتابعة الفنية هتزيد بدرجة كبيرة جدا كويس. لأن أنا طبعا الحتة دي أنا يمكن تخصصك فيها، تخصصي وجاي عشانها. نمرة واحد، يعني أنا ألخص يمكن ورقة العمل بتاع شغلي، نمرة واحد وضع برامج التدريب لكل المدربين في جميع الافرع بتاع الاكاديميه، وتوحيد السياسه التدريبيه اللي هياخدها كل اللعيبه على مستوى الاكاديميه. نمره اتنين، بعد وضع البرامج متابعه المدربين في تنفيذ هذه البرامج. نمره ثلاثه، التقييم الفني بالنسبه للمدربين. نمره اربعه، اكتشاف اللعيبه المميزه ووضع برامج تدريب مختلفه عن اللعيبه اللي هي اقل منهم، الموهوب غير اللعيب القليل شويه. بالظبط، هيتحط له برامج يمكن اعلى شويه بحيث ان هي تثقله وتبين مستواه بشكل اكتر ويحصل تطور في مستواه بشكل اسرع. نمره خمسه، طبعا مع الكابتن شطه يعني اتفقنا ان هنجيب ادوات جديده للتدريب. بالنسبه هيبقى في تطوير كبير باذن الله. باذن الله، وزي ما قلت لحضرتك كابتن اسامه، ازاي اللعيبه المميزه ان احنا انا بتابعها وبسجل اساميها وبنقدمها لقطاعات الناشئين ان هي تقدر تخدم النادي باذن الله. كويس، ابتديتوا العمل يا كابتن خالد ولا لسه العمل للموسم الجديد؟ ابتدينا من 1/6، ولكن كلها حاجات تنظيميه. يعني الكابتن شطه، حاجات اداريه كلها لسه. الكابتن شطه قايم بمجهود طبعا كبير جدا في النواحي التنظيميه والنواحي التشكيل الاجهزه والكلام ده كله. انا من ناحيتي يمكن من 10 ايام رحت انا والكابتن شطه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، وعملنا اجتماع مع اولياء الامور واستمعنا ليهم، وكان ليهم بعض الملاحظات عن الموسم اللي فات أيدناها، وبإذن الله هنحاول على حلها ونحاول على تطويرها. وهم بعد الاجتماع يعني شكرونا بشكل كبير جدا وقالوا إن هم متفائلين بالموسم اللي جاي.